نسوي كاركتر كرييشن موجود. كرتوني. اوف شفت الشخصيه اللي كنت وانا بالكويت كنت طالبها، شخصيه البنت اللي شعرها ازرق او شيء زي هيك، شخصيتها صعبه وكذا، ما فاكر؟ شفتها، ما ادري. لا والله ما لا، اتذكر. انت كنت تحكي عنها، كنت تطلب بشخصيه بنت هيك مبين عليها انها قويه وكذا. ايه 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 هاي موجوده، هاي موجوده، بس انا يعني الورطه اللي كنت فيها ما كنتش قادر اني اتواصل معك. ولا موجود؟ ايوه طلبت ايوه كله ايوه موجود يعني. وهلا بورجيك يعني كمان عدة مواقع موجود عليها هاي الأشياء تساعدك. والله يا ريت، والله يا ريت، والله. أوكي، بس شباب ولا والله أبو نواف أحسن، بس حط عشان الجروب يعني إنه موضوع غير الرندر، يعني فيه رندر ولكن موضوع مهم للي بحب، عشان ما نضلنا نعيد ونزيد، حرام. ايه لحظة شوي. لو تعطي رسالة للجروب يا أبو نواف بطريقتك، إنه موضوع مختلف عن يعني اللي كنت مهنتنا اللي بقطع فيها شوي بتقطع. اوكي، هلا انا عندي معايا شباب، اللي عنده استفسار شو عم بعمل يحكي، شغله مايك عادي. أول شيء ناخذ واحدة واحدة. شكله هذا بده أكثر من محاولة. أبو الحسن، مرق عليك هذا البلاكس؟ جربته؟ المشكلة مش حاطينها اوتو انستول ولا اشي. اوتو انستول. اوكي 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 الهو انستول ان شاء الله ليس بعد. اوكي ابو الحسن. حلوة هذه الشخصية. ايه، لا لا، شخصيات ابو ما وبعدين نزل هسه اللي هو الجيسز 8 يعني لا لا، بني ادم. ضروري ضروري تعلمني عليه، لأن محتاجة يعني. أكيد اليومين طيب، هذه لازم، ونبي بندش على الكراود شوية. لازم والله. إيه لازم لازم الكراود، في عندنا شغل فيه إن شاء الله. والله طالما هسه خلص هذا موجود، ما في يعني في اشي اللي رايحك، انه في اشي اللي يعني زي ال، صار في انك تحاول يعني فيش مجال تحاول. يعني أنا بس بحاول اللي بعمله هسه، بس بعمل أونلاين بس علشان أقدر أنزل ستارت
يبدو انه لازم ننزله. يبدو اكسس داونلود داز. انا ما بدي هذا الكتاب. مو موجود هنا، بسيطة. نرجع على هذا الصور. احنا نسجل بس يعني حتى انا اتمنى انه نوقف شوي التسجيل حتى ما يروح كل هذا عبث، لانه انا لسه عم بحاول بشيء. عبد الله خلينا نعيد الكلام عشان مسجل وموثق. عبد الله ممتنع، لا مؤيد ولا معارض، فلان عمل ميتنج مع ابو صهيب ووصلوا لنتيجه بالبيري ممتازه، وما علمونا بالضبط شلون نرندر، يعني علقونا بصراحه. شوف 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 عبد الله يعمل ميتنجات سريه. ايوه اي خذ العدوى، خذ العدوى من نواب. ايوه اي فالحين نبي منه عاد السر اللي مو راضين يقولونه حق احد. هذه بيري خلينا نشوف. طيب الحين عندنا هذا الرندر، خلينا نشوف شنو الرندر هذا. لا ما نبي حطه في ري ورندر في ري. حلو في ري. طبعا بالبدايه لازم يسوي لي كذي، لازم نفعل بلجنز هذا. اوكي نقول له رندر. في ري كاي ليش ما طلعت؟ هذا مو في ري لايت؟ موجودة في ري لايت؟ طيب ليش ما طلعت؟ خلنا نمسحها ونحط في ري ثاني. في ري وين الفي ري؟ اوكي create light V-Ray Doom light render. حلو طبعا الـ IPR مش قوي مثل الريد شيفت والارنولد. حلو هذه برسبكتيف. نشوف الاعدادات. الاعدادات هذه الفي راي بوكيت هني ماكو شيء يذكر. جي اي اون اون ريديانس بروتو فورس هني، هذه اعتقد حاطها هني لو، وهني 30 يمكن او 25. ابو نواف. ايوه ابو نواف. هلا هلا. السلام عليكم. مساء الخير. هلا والله. هلا هلا الحربي، يا هلا بك. حياك الله. السر في الفيري سب ديفيجن، عرفت؟ اي سب ديفيجن لازم تقلله. السب ديفيجن ما اقلله قصدك؟ في كل الاعدادات سواء في اللايت او في السيتنجز، اي شيء تحصله سب ديفيجن حاول تقلله. اي
ايه وبعدين تحط الدينويزر هذا. ايه خلينا نحط الدينويزر هذا حطيناه. بس شوف هو الحين الحين خلينا نخلص الرندر هذا. الحين طبعا هذا فيه شويه نويز، مو نويز، في الفليكرنج تبع ال خلينا نحطه هني لحظه نقول سيف. هذه مشكله عندي انا هني، لازم اشيله من ال اوكي مو مشكله، خلينا نشيله، ما نبي الرندر تبع البيري، خلي رندر هنا عشان نعرف الوقت بالضبط. الحين انا قللت حطيته لو، الحين ما في اي اضاءه. شوف شوف شلون الفوتونز شلون بقع ايه طبعا الفوتونز هذا لازم يطلع، هذا اذا ما في اضاءه ما يطلع، لازم يطلع. لا برد شيفت ما في عندنا هالسوالف. ما ادري والله، لا يطلع بالريد شيفت اذا ما حطيت اضاءه صح. لا انا الحين رندر لك اياها ريد شيفت نفس ليت واحد بعد. انت حط ليت خلاص، دوم لايت، دوم لايت، بس دوم لايت واحد ما في اي اضاءه. ما ادري يمكن يكون رافع الباونسنج مال شوف الحين. سامحوني والله ما اقدر اتكلم واجد عندي ناس. اي بسيطه بسيطه حبيبي. شوف الحين الابيض هذا زجاج، الابيض زجاج ولا اي الابيض زجاج. الابيض زجاج الحين احط اتش دي ار عشان توضح السالفه. بس شوف الحين قاعد يرندر الحين هذا دينويزر باس دينويزر الحين انه يشيل النويز. ما يسوي يعني شوف انا بفهم شلون طلع عنده 16 ثانيه. هذا اللي بفهمه انا، هذا دقيقه و25 والنويز مو انه موجود، هذا مشهد نويز، مو اسمه مشهد نويز. ايوه يعني احنا نبي يا عبد الله يا ابو صهيب يقول لنا شنو طريقة. اي الطريقه اللي هما اعتمدوها وسووا. يعني انا اذكر شنو بعد زدنا هني، مش انت عملت الدينويزر؟ طبعا هذا الفيو بورت. اي حطيت الدينويزر كاهو، هذا الدينويزر. ايوه بس ليه 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 النويز موجود لسه؟ ماني عارف اللي نعلم يعني لازم. لا لا بنواف، لا لا بنواف الدينويزر ما يطلع كذي، لازم تروح على افتح على الفي بورت وينه لو شوي في المالتي باسس هذا البيوتي او شيء كذي غيره، حط دينويزر اي واحد في هني تحت. لا لا تحت الصوره تحت هذا. ايوه اي في خيارات نفس الفيري نفس قصدي هذا ايوه في دينويزر عندك راح تطلع المفروض. لا ما له علاقه، هذا رندر انجن، هذا هني رندر انجن. هذه حربي، هذه الصوره مرندره خالصه مع الدينويز. لا 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 اسلم راسك، لازم تحط وحده الدينويزر راح يطلع لك اياها الصوره مع الدينويزر. انت حطيت ملتي باس، خلاص انت حطيت الدينويزر ملتي باس، فهو عباره ملتي باس يعني وريني الصوره من غير الدينويزر والصوره مع الدينويزر. يعني مش بيوتي، هذه مش بيوتي يعني مش بيوتي، تخليها تشوف الخيار، في خيار عندك الدينويزر شلون تفصل مفصول. تقصد يعني انت تقصد تروح على الباسز اشوف الباسز؟ لا 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 هني لا هني هني موجود هني موجود بالصوره موجود هو نفس هذا الشاشه مع الفيراي بس هاي مو من لا انا مش شاشه مات الفيراي. عرفت الفيو بورت مال الفيراي نواف نفسه مو هني. نعم 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 نعم. لا انت وين اعدادات وين ايقونات الفيري عندك بالماية؟ فهمت قصدك هذا الدينويزر انا عندي انا فهمت قصدك انت قصدك هني تطلع مع نفس ما قلت. ايوه تطلع ايوه لحظه شو لان انا شلتها شلت التفعيل مال عشان الاي بي ار.
الاي بي ار مال مال الفيري. هذه لحظه شوي هني. ايوه يا سلام. بس بالضبط هذا الدفاع. خلي يخلص الرندر. خلي يخلص. انزين هذيل شنو هذيل كل هذيل ليش منزل اياهم؟ هذا المفروض انت تحط عليه عند شيك كلهم. بس انت الحين لما يخلص ما في. انا مو حاط اي شيء اسمه. شوف هني موجود الاليمنت رندر اليمنت ما في الا الدي نويزر. ليش مطلع لي كل هذيل؟ ما ادري والله. بس انطر عليه لما يخلص بعدين نحط على الدي نويزر راح يبين عندك الفرق. هو يشتغل بالنيه اذا انت ناوي انك تطلع بس هو يفهم. اي انت قصدك الحربي ان هذه الصوره لبيوتي العاديه هذه البيوت العاديه ولما تحط الدينايزر راح يبين لك الفرق بينهم. ايوه طيب هذه خلص دينايز ما خلص. اصبر لا الريندر ما خلص لحد الحين. رد على هذاك تحت. لما يخلص اعمل له. بس الصورة هذه فيها فهمت ما فيها نويز. هذه فيها البقع الصودا هذه أكثر. ما أدري عاد يشيله ولا لا. هذا الجي آي هو الجي آي هو سبب النويز. الفوتونز شوف فوتونز جي آي ديفيوز هم كلهم هذيلا يعطونك الإكلوجين اللي يعطيك الإضاءة الشادو الثانوي مش الأساسي. هم هذيلا كلهم اسمه. خلص الرندر أوكي. وين دي نويز؟ هذه دي نويز شال النويز اللي كان على اليمين بس لكن البقعة هذه ما شالها. اي وكم الوقت؟ الوقت خلينا نشوفه من هنا يمكن يبين معانا. ما أدري بس عموما دقيقة وشوي يعني. طبعا احنا مو مفعلين الفيو بورت بعد سب ديفيجن. هذا تفعله مصيبة. وإذا حطيت ترانسبيرنسي تكتشر مصيبة. خلينا نشوف هنخزن هذه نقول عطنا ريد شيفت. هذا فيري كله فيري. خلنا نحولهم عاديين. select all عطنا blend. يا الله قبل الله يخلص. حلو قبل الله يخلص. السكاي دوم تبع البيري لا زالت صح؟ لا حطيت سكاي دوم ل شفته يعني هذا المفروض نمسحه يمكن يأثر شوية. يعني شوف النويز هني. شوف النويز ما
في فوتونز، فوتونز ما في. كم الوقت وياك ونواف طلع؟ بعد ما خلص. دقيقة. أنا وصل وياي تقريبا 25 ثانية. اي لا بس في نويز بعد هذا يبي يتعالج. انت كم حاط السامبل؟ لا شوف نواف ما زدت الاعدادات، ما سويت اي شيء. اعطي لا لا اعطيك اعدادات بسيطه وبورك بالسليم. يلا شوف، يلا روح على هذه، شنو هذه؟ لا خليت روح على الجي اي. زين روح انت حاط شنو؟ لا شيل بيوتي فورس هذا، شيل احطه على ريديس كاش هذا. ايوه زين نمبر اوف باونسينج هذا قلل ابو نواف، حيل عند مرتفع عندك، قلله ما ادري مايا كذي مرتفع. لا قلله خله 3-4 كذي بس. اوكي 3 يلا زين. انزل على الريديشن شو اسمه البوينت كلاود. اي هنا خلى ال 16 السامبل بير بيكسل، خلها مثلا 4. لا هذه خلها 8، هذه سكرين ريديوس خلها 8. ايوه هذه اللي تحت هذه خلها 4. ايوه زين انزل تحت على الكاشينج هذا. اي حط البريست، البريست عندك الكاستم هذا تحت. لا تحت ايوه حطه لو، وروح على بعد نزل تحت في شيء عندك 2000. ايوه ال 2000 نمبر ري، هذا نمبر اوف ري. اي خلى هذا 4000 او 5000. حلو حلو امورك ان شاء الله. زين روح على اول وحده الاوتبوت هذه، او اول اللي جنبها كنا لكم هذه. اي هذه لا غيرها بنواف، هذه السامبلنج المين سامبلنج خلى شو اسمه اللي هو الديفولت. ديفولت كم راح يكون فوق اول وحده المين سامبل والماكس سامبل؟ هذه الديفولت كنا 8. ايوه 8 واللي تحت خليها شو اسمه خلها 16. ايوه بس سكر هذا الحين باضاءتك حبيبي. روح الاضاءه واضرب، روح الاضاءه يمين بالدوم لايت. ايه اضرب ضرب 2 ال 64 اضربها ضرب 2. ايوه ضرب 2 وروح ضرب 2 وانتر، ضرب 2 انتر. لا ما عندنا لازم يعني. لازم يصير عندك. لا لا بالكيبورد في كم تبي الرقم؟ لا لا شايل هذه لحظه شويه ضرب. لا ما يطلع لي علامه الضرب، ما تطلع لك؟ ما تطلع. زين طبعا شو اسمه 64 128 256 256 500 1024. اي خلى 1024 بس. أوكي. 1024 او زياده. اي بس وعيش حياتك. يلا بسم الله خلينا نخزن نويز خفيف. راح النويز. راح يعني 90% منه راح. والسرعة شلونها؟ السرعة تقريبا نفس الشيء. معقولة؟ تقريبا نفس الشيء. كم راح ياخذ دقيقة يمكن؟ مفروض أقل. Thank you.
المفروض اقل. بالصورة لان انت عند الريفلكشن متروس بكل مكان، بنواف عندك انت، الطاولة، الكراسي، الطوفة، كل شيء هذا ريفلكشن، هذا كله اتوقع ياخذ من الوقت. هذا ايه طبعا انا حاط الحين لو اشيل الريفلكشن راح يقلل الوقت كثير راح ايه. فانت طبيعي ان طوفتكم ما فيها ريفلكشن، يعني طبيعي ان الشغلات هذه ما يصير فيها ريفلكشن. خلينا نشيل الريفلكشن كلش. ايه خله زيرو. زين خلينا نشيل هذا بعد منه ريفلكشن، وانتبه للسامبلينج الموجود بالريفلكشن لازم تقللها. اي سامبلينج الحين انا حاط مش الماتيريال تبع المايه، مش تبع الريد شيفت. بعد هذا هم نقطه. لا 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 اي بنوف لا حطها انت عادي بكريات ماتيريال عاديه، حطها وقطها على الـ على الـ الـ على الاول كلها بس. اي نعم اي نعم انت تبي تشوفها بس ابيض واسود بس. اي قصدي ابيض وهذا اضاءه. شوف السرعه. ايه فرق، شفت شلون؟ ايه فرق كثير. فتخيل انت مع الماتيريال وزيد الاضاءة بس ما تروح تتعدى 20 ثانية. كم وصل؟ 26 ثانية. يا سلام عليك. ايه امين. صح. ايه انت الحين الماتيريال بنواف بس. حط كريات ماتيريال عادية. لا لا إيه ماتيريال ريد شيفت ماتيريال تغير. ما في لا في واحدة ارتيتكتر او شيء كذي ماتيريال حطها. لحظة بالماتيريال نفسها مالت الريد شيفت مو يعطيك. شنو اسمها؟ ارتيتكتر او شيء كذي. هذه هي. شنو هذا؟ شو تسوي؟ ايوه هذه حق المعماري، شغل معماري بس تقلل فيها، قلل فيها الريفلكشن بس، خلي زيرو. وين الرفلكشن هذه؟ ايه هو زيرو تقريبا. خلاص بس توكل على حطها على الماتيريال كلها وخلاص. 8 عادي. اي عادي زين. بس زيد الاضاءة، بنواف شوية. انا احب الاضاءة الخافتة عشان هي بالاضاءة الخافتة هي اللي تبين العيوب، عرفت؟ ايه انا اقدر اخلي اضاءات واروح النويز كلش، بس شوف الاضاءة الخافتة هي اللي تبين لك النويز. حلو يا سلام. حلو خلنا نزيد ما تعدى ال 20. اي لا ما راح بس تزيد السامبل خلص. هذه هي التركيبة، هذه تركيبة الريد شيفت، فهمت بنواف؟ زين الدوم لايت في سامبل له؟ اي هو هذا اللي رفعناها خليناها 1000 وشوي. احنا لا كاهي هذه الفوليوم. لا لا الفوليوم ما له شغل. هذه خلها اضربها باثنين. 2000 وكم؟ 2000 و اوكي تمام. خلينا نخزن هذه بعد. انا وصلها بعد مرات 4000 ترى عادي بنواف. خلينا نشوف الحين دبل نزيد. راح يزيد شيء ثواني بسيطه، راح يزيد الوقت بس النويز خلاص راح يصير زين ونويز عندك. اي لانه هو جاي من اسمه. يا سلام. الله الله هذا جمالية الريتشارد. اي نعم شوف لا لا باونسينج فوق. شوف اقول لك شيء. شوف الاضاءة هني وشوف الاضاءة يعني هذا هني قمة الاضاءة. هذه ميزة الاضاءة. صحيح. عرفت شو؟ يعطيك البعد، يعطيك البعد. صار 40 ثانية. عمق. خلينا نزيد. شلون نزيد الاكسبوشر من الاكسبوشر؟ انت شنو اللي حاطها انت ال HDR اللي حاطها؟ لا صور، مو صورة قصدي، بس ابيض عادية. احط لها بس ابيض. احط لها صورة. خلنا احط صورة. اي طبعا اذا حطيت انت صورة سكاي بس HDR صح، يعني عالية جدا. HDR قوية يعني. ايه بس روعة. فتحت شوية. ايه طبعا. لا بس لما تحط لها انت سكاي وفيها كلاود وفيها صن وفيها كذا، يعني راح تشوف. يعني هذا اللي يقولك فيزيكال ماتيريال. هذه هي انزين الارتيتكتر. هذه فيها ريفلكشن نقدر نضيفها. ايه تقدر تضيفها عادي. ايه فيها. طيب خلينا نحط اول شيء HDR. بس انتبه بداية اول ما تسوي رندر راح يقرا اذا كانت ال HDR عالية، يعني حجمها عالي راح ياخذ وقت في قراءتها. بس اول مرة بس ترى، بس بعدين لما تسوي مرة ثانية ما راح يقراها. لا يسعر تقريبا 6 ميج مش اكثر.
خلنا نزيد شويه خلينا نشوف الريفلكشن نزيده شوي بالويت مش كثير كذي اوكي النص تقريبا والجلوسنس بعد خلينا نقلله نص والسامبل خلينا نزيده 32 الحين يبين رندر يا عم زدت وايد الريفلكشن لا مو الريفلكشن اصبر عليه شويه يمكن اخاف الاكسبوجر اللي رافعه انت بس خلينا انطر عليه شوي خلينا نشوف بعض المرات تصير الصوره إيه. اضاءتها يعني مو حقيقيه بالبدايه ترى هو قاعد يسوي اتوقع يمكن قاعد ريدنج حق التكتشرنج او لا ريدينس كاش قاعد يسوي تحت مكتوب هنا اي اي هو هذه مشكله ال HDR العاليه لكن بعدين راح تشوف يقل وياك الوقت كل مره هو طبعا يقرا الملفات ويقطها بمكان انت تقدر تحدد المكان اللي هو يقطها فيه هذا 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 الفائده اللي شو اسمه اللي قلت لك عنه اللي هو شو اسمه السيف وان سيف اللي في الكاش هذا ايوه هذه في الانيميشن تصلح لك حيل بنواف تصلح لك هذه زين لا الاكسبوجر عالي عندك بنواف حيل والريفلكشن والريفلكشن عالي حيل بعد والريفلكشن عالي صح خلينا نقلل هذا نخليه هني 3 او 2 اي خلت تو وهو الاكسبوجر اقل الاكسبوجر هذا غبي ل 16 والاكسبوجر تبع هذا نخليه 0.3 زيرو خله زيرو ولا ايوه زين بروف روح على السيتنجز ايوه واخر الجي اي اي هني شوف اللي فوق اللي بالمود بيلد دونت سيف ها بيلدينج دونت سيف اي خلى شو اسمه حط الثانيه بيلد شو اسمه ايوه هذه ايوه بري باس ايوه زين حط الباث اعرف الباث وين مكانها زين هذا الباث خلى الديفولت هذه حلو ايوه هذا شو تفيدك في بنواف ما راح يقرا الجي اي مره ثانيه غيرت بالالوان غيرت باي شيء ما راح يقرا الجي اي يعني شوف الحين جرب رندر الحين ورندر مره ثانيه الله الله يا اخي تبين الصوره من اول طقه من اول طقه اي شنو الكرت اللي عندك بنوار؟ 980 ام مال لابتوب ايه زين منه والله ايه لا زين منه ايه في ميزه بال بال بالفيري
ان تقدر تقول يرندر لك نتورك، يعني اذا عندك 4 أجهزة او 5 أجهزة او 10 أجهزة يساعدونك بالرندر بالبريفيو رندر. جميل والله اسمها نتورك رندرينج. انا كنت وايد وايد بس هذه موجوده حتى بالسينما اتوقع الديفولت عادي السينما موجوده فيه. لا ما شفتها باي رندر انجن ثاني، انك انت تقول الاجهزه الثانيه بالرندر هذا مثلا الحين بوكيت، كل مربع بوكيت يعتبر، هذه كل طقه بوكيت، فهذه كل جهاز تخيل اذا عندك 10 اجهزه كل بدل واحده يصير 10 بوكيت بالطقه الواحده. اي موجود هذا التيم رندر عنده، موجود اسمه تيم رندر ترندر البريفيو. اي تيم رندر اي، واللي بالنتورك عندك ها. اي تيم رندر تحط انت تشبك بالايرث هذا مال شو اسمه مال الوايرات 5 أجهزة بس اهم شيء يكون نفس الاصدار ونفس البلوجات. اي صح. شوفوا الحين بنواف، شوف بنواف الحين مثلا غير الالوان مثلا بالماتيريال زين، وسوي رندر مره ثانيه ما راح يقرا الجي اي. اي خلينا نغير اللون. اي زين خلى مثلا جسمه يعني اخضر اصفر اي شيء، بس لون رمادي واقعي شوي يعني زين. اي بس الحين شنو بالسيتنج وين تروح؟ اي اي السيتنج، روح السيتنج. اي هني اكتب لود في هني لود. ايوه خلاص هذا المكان هو عرفه هني. ايوه اي بس خلاص بس طق الحين رندر نخزنها. الحين المفروض يرندر عندك مباشرة ما يقرا الجي اي المفروض. ايه غريبة ليش قاعد صار كذي، المفروض ما يطلع الجي اي ابدا. لا الحين هو الريديانس كاش كرييتنج. ايه هذا كله الجي اي كله ما يطلع اصلا المفروض. لا بعده ما بلش رندر، هو قاعد يقرا الاعدادات الريديانس يقرا الاعدادات بس الرندرينج بعده ما بلش. هذه تفيد حيل في الانيميشن بنواف يعني الحين رندرينج. لا هم بطيء. لا المفروض اسرع ترى الريفلكشن اللي انت رفعته يعني. لا بس هو الحين المفروض يقرا لود، المفروض لود نمبر اوف فريم. زين شو في؟ لا يمكن خلنا نكتب له. لا ما له شغل هذا، لازم واحد ممكن والله. زين طق على اللود، شنو مكتوب على تحت اللود؟ في ريبيلد او شنو؟ في ريبيلد؟ لا راح اسوي لكم البدايه. لا المفروض لود صح. لود راح يسوي لود للصوره اللي هني، مو لازم تقول له اي هذا تبيها. هذا هو المفروض، هو بالمكان اللي انت حاط الباث، هذا الباث ما غيرنا الباث احنا. اي ريديانس كاش هذه ما سويناها، احنا سوينا بس الباور كلاود البوينت. لا انا اسف. ايه سوي الثانيه بعد صح. انا اسف معلش، تسوي الثنتين من واف. أول شيء لازم معلش كذي يعني. أيوة شفت فلاي ثرو هذه؟ هذه حق الكاميرا إذا تحركت ما تحركت، عرفت؟ لا تحطها الحين حاليا. هذه حلوة حق الكاميرا. حلو يعني كذي احنا نرندر مرة ثانية عشان يخزن ال أيوة يخزنها، وتغير أي تغييرات ما راح يقرا الجي آي، هذا المفروض يعني. نعم Thank you.
اشرف لحين غايص بال البلوجز مال هذا اللي يحضر له قبل ما يدخل ميتنج. ايه لا حلو احسن كذي احسن معانا عشان يبين. ايه بس راح يعطينا ان قلنا ايش ركبه خلاص انتهى الموضوع. إيه صح. شنو هذا خلص رندر؟ خلص رندر؟ ليش كذي؟ ليش شنو سوينا احنا؟ ها يمكن هذه عشان حطيتها واحد. اي ولو خلينا نقول له هني لا هم خليها كذي. ايه اوكي خليها كذي اثنين هم. شيل شيل الريفلكشن بالواف. شيل الريفلكشن ولا اساس يصير اسرع شويه. يلا اوكي الرفلكشن هنا رفلكشن عشان حاطة الرفراكشن حاطة أنا والجلوسنس. إيه عشان كذي أنت حطيت مثل أباسيتي هذه. إيه إيه بس خلاص. إيه أباسيتي أخذ شيء منها كثير. أوكي في شيء غلط قاعد يصير. قاعد يخلص الرندر 11 ثانية مو ما يكمل. في شيء غلط. زين شيل 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 البوينت كلاود. شيلها هذه هذه شيلها هذه شيلها خلها بس دونت سيف. هذه دونت سيف هذه دونت سيف خلها دونت سيف هذه. ايوه ايوه بس الحين خلاص. اي بس هذا ايوه. لا في شيء غلط. خلص رندر. خلينا نشيل هذه بعد. لا ما يصير ما يصير ما يصير. نجربها اكثر من مره. نجربها على الانيميشن صراحه. يمكن انا حطيت شيء غلط. ايه ايوه بدا يرندر الحين. غريبه المفروض ماشي حلاوة معاك يعني المفروض. لا توس خاصة في الكا... ايه؟ الكاشنج بس الكاشنج. ايه خلينا نشوف الحين يمكن الحين نحطهم. لا هذه بونت كلاود لا تحطها لا تحطها حط اللي تحت. ها ايه بس هذه هذه الوحيدة. ايه اها اوكي بري باس. ها اونلي بري باس. ايوه اوكي لا قاعد يخلص. يمكن هذه نزيدها. لا لا ما لها شغل والله بنواف ابدا. دقيقه خلنا اجرب عندي انا ثاني بس سبريت بوينت فيجواليزيشن بريسيت يمكن نحطها هاي. انا خلنا اجرب عندي انا بس. ايه اوكي شفت هذا الجي اي كاشينج دونت سيف ريبيلد. يمكن هو ريبيلد. ايه خليه ريبيلد بو نواف. ايه ايه خليه ريبيلد. عفوا عفوا خليه ريبيلد. صح 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 انا فتحت الحين خليته ريبيلد. ايه الريبيلد تحطه مثلا بالديسكتوب. ايوه راح يطلع لك مكان اللي تحفظه فيه. اها ايه زين بالديسكتوب مثلا تحطه ريبيلد على اساس يصير سريع شويه للقراءه ما تحطه بالدي مثلا او كذا. زين انا جربت الحين عندي. زين حطيت الاعدادات دم
هذا اوكي رندر الحين نقول اذا خلص قول له ايه غير غير بالالوان غير بالالوان وش اسمه وسوي وسوي لود ايوه كم بس كم الوقت عندك عطاك ما صدق ما يبين ما يبين بالوقت عندك المفروض يبين تحت يا اخي اي ليش قاعد يطلع لي هني يطلع هني 28 ايه الحين روح شوف مره ثانيه لا 36 36 ثانية اوكي الحين نعطي رندر شوف ما قرا الجي اي ما قرا الجي اي ايوه شفت الحلاوة ابو نواف ايوه ايوه هذه ذكرني بال اي كاشينج كاشينج حتى الفي راي يسوي كذي يسوي لك ملف للكاش ايوه هذا يساعدك خاصه بالانيميشن حيل حيل بالانيميشن يعني ايوه تخيل يعني كم الوقت هذا ما وصل 10 ثواني يمكن ها لا 27 ثانيه 27 يعني اقل 10 ثواني المفروض اقل من كذي بعد انا اعطاني هنا سين 20 ثانيه 20 ثانيه هذا خلنا نغير الحين بالني هذه هذا افتح الديفولت هيو ستريشن خليت احمر اوكي زين انا هذا الكلاود اصلا مو مقتنع فيه خل نحطه كذي سلام 22 ثانية في الرندر الأول الرندر الثاني 7 ثواني والله فرق والله اي 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 فرق شوف في شغلة هني ما أدري عندك بالسينما ولا لا شوف الحين انا بس بجرب شوف الحين 26 ثانية اوكي خليني بس احط لون احمر مثلا واقول له هني بالاوتبوت شنه ولا بالسيستم 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 وين تطلع اوتو من الميموري اي حط هني 100 انا واوتو خلي كذي خلي 100 رندر شوف في فرق بين الاوتو وال ايه بس بشوف ليش تأخر اربعين ثانية ممكن اي 49 ثانية زين هذا يعني memory use for texture percentage خنخليها 100 ما جربت والله ألعب هذول بنواف أنا
اتوقع هم انت بنواف اللي جربت على كرتين؟ جربت اليوم على 1060. لا كرتين ايه جربت ايه وايد جربت كرتين ايه على كرتين. زين على كرتين انت تحط الخيارات يبين لك بالسيتنجز شنو الكروت اللي تبي تستخدمها وشنو اللي بتشيلها صح؟ يطلع لي هني بالسيستم يطلع لي عدد شنو الكروت اللي عندك هني يطلع لي. ايوه هو يقراهم على طول ها؟ اي على طول يقراهم وتحط عليهم تشيك وكذا صح؟ هو اي ديفولت تشيك بس حتى لو شلته نفس الشيء ما يعني ما له شغل بالتشيك. غريب. ما تغير شيء يعني حطه اوتو. لا اتوقع ما صار يعني انا حطيتها اوتو قصدي انا كان عندي اوتو حطيته 100% نخلي 100%. شوفوا هو هني يعطيك يقول لك تبي ايش كثر تبي تستهلك من قوة الكرت. شنو هذا الري ريسيفر ريسيفت ميموري؟ ما ادري والله. ري اشعة ريسيفت استقبال ميموري ذاكرة. اي صح هذا يعني. ها؟ اي الري هو شو اسمه؟ شعاع. اي يعني استقبال الميموري شعاع للشعاع. يعني كمية استقبال الميموري للشعاع ما أدري شنو هذا بس خلنا خطها مثلا الميموري أقل شيء كم الميموريات تجي ثمانية كم بالإم بي هذا إم بي ثمانية يعني 16 واحد جي 16 إم بي واحد جيجا لا 1000 إم بي واحد جيجا 1024 خلنا نحط نفس هذا 128 الله ما ادري قاعد اجرب تجارب غريبه شوي يلا بسم الله الله لا نفس الوقت شوف الاوتو اسرع إذا حطيته أوتو يصير أسرع ما أدري ليش إيه الأوتو هو يقرأ أفضل الإعدادات لك يعني توقع والله شيء عجيب صراحة هذا اللود هذا والريبيلد قاعد يفرق معي كثير أنا الحين قاعد يعطيني 10 ثواني 7 ثواني قاعد أغير فعلا بالماتيريال يعني اي شوف قطع الصوت اي خلينا نشوف أنا وين مسوي ريبيلد لود هذه لود اوكي قاعد يسوي لود اوكي خلي يسوي ايش بسوي اي بحط خلينا ناخذ الكاميرا نحط له اس هني على 28 ابي اسوي سفير هني شوفه يتاثر ولا ما يتاثر عرفت قصدي يعني شوف هذا سوي كيوب شوي
مسوي بعد سفير اوكي نحطهم هني. شوف الحين هذه خلينا نشوف الحين رندر لا برا ال برا صار يبين. لا هذا راح يساعدك بنواف لما تضبط الكروت وتشتغل انيميشن راح تشوف يعني تشتغل اعمال داخليه وجي اي وانيميشن وحركات شوف ترى الدوم لايت والاتش دي ار هم اللي ياخذون من الوقت يعني لو تحط انت اضاءه طبيعيه ما جربت تحط انت سكاي لايت فيزيكال لايت ونواف جرب شلون يعني فيزيكال لايت ما ادري ما اعرف شلون لا انت روح انت وين منين تجيب الدوم لايت الدوم لايت لايت عادي كرييت ايه روح على اضغط عليه هذه لايت ريد شيفت هذا مو ريد شيفت هذا ريد شيفت هذيله ايوه في 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 عندك شو اسمه فيزيكال لايت لا مو هذا في عندك كوما في شيء اسمه كوما وين الريد شيفت مالك ريد شيفت مالك وينه هذيل الاضاءات الريد شيفت لا ابو نواف الريد شيفت المفروض يصير في ايقونه فوق لحالها هني هذه ايوه بس اصعد فوق هم نفسهم لا. فوق اللي. لا 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 في واحدة أوبجكت شو اسمه لأوبجكت يمكن أوبجكت روح على أوبجكت في كرييت شنو لا في واحدة سكاي أند سان سكاي أند سان إيه مو هني هني أتوقع سكاي أند سان لا أبو نواف مو هني لا هني مستحيل هني. بالمكان اللي هناك فوق بالمكان اللي فوق أبو نواف هذاك اللي كنت عندك قبل شوي فوق بالشريط اللي فوق بالماية أيوة هني واحدة فيهم واحدة مر عليهم زين ايوه جيت انزل تحت لايت بعد هذا شنو في شنو مكتوب هنا لا انزل لتحتها لا هذا بيك زين لحظه خلينا نشوفه هنا غريبه انا عندي موجوده بمكان واضح يعني جدا بالريد شيفت لا احنا تصير في الاوبجكت في الاوبجكت ما عندك شيء اسمه اوبجكت كاهي هذا environment لا بلا هني أبو نواف شنو شو تري يسوي ال sun and sky كاهي هذا environment من هاي نفسها هذه غريبة هني إحنا لا إحنا بس setting هني تصير أنا أخابرها هني يعني أشيل الدوم لايت يعني إيه شيل الدوم لايت أيوة والله هني عاد لف سوي روتيشن الحين سوي روتيشن حق السن هذا اللي طلعت لك السكاي وانت عادي بالله خله شغال اي بي ار عادي مع الاي بي ار اوكي سوي روتيشن ايوه الاي بي ار اعطاني صوره حلوه شلون زين خلينا نروح هني في شيء اسمه لوك حلو هذا وايد عجبتني انا اللوك هذه عشان اقدر اروح على كاميرا ثانيه واعدل هني ايوه اقول له موجوده عندي انا موجوده مثل موجوده اي والله موجوده والله حلوه هذه تصدق بنواف
والله عذبتني هذه، الله ياخذها. يا سلام عليك، سبحان الله. شوف اي وايد تساعد، حيل حيل. بس شوف ما في روتيشن، لان في بالاتموسفير هني تقدر تلعب بالروتيشن. لا 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 روتيشن تربلتي. لا 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 تربلتي. شوف انت عندك الهاي الهاي رايز هذا، زين هذا ارتفاع الشمس، اي من هني تحرك. ايوه من هني، ايوه حرك من هني، ايوه تحرك محور. المفروض عندك محور المحاور الاربعه هذيل هذيل اللي هم الاتش والبي والاي والبي. ايه تحرك في المحاور هذه، يعني اساس انت تحرك هوريزونتال ما تحرك فيرتيكال. ليش الاي بي ار يفرق عن ال؟ لا لا ما يفرق، ما يفرق المفروض. كان يفرق معي، يمكن انت حاطه شو اسمه اللي هو بوكيت مود. شيل البوكيت مود هذه، ده البوكيت. لا لا فوق فوق، لا بالفوق بالرندر فيو هذا اليسار يسار يسار بنوف بالصوره فوق. ايوه هني فوق جنب علامه التقطيع هذه، يمين يمين بعد يمين يمين، هذه هذه بعد اللي هذا. ايوه هذه وينها لوك هذه، هذه هذه اللي على اربع نقاط، عليها اربع نقاط اتوقع، اربع نقاط هذه او خمس نقاط يطق عليها هذه. ما تطلع، ما تصير، مو مفعله يعني. البوكت تطلع عندي انا، هذا البوكت هني موجوده هني، مو البوكت. البوكت هي للبوكت او 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 سسمه او هذه بروجريسيف، عرفت؟ فاحنا ما نبي هذه، بس ما ادري ليش هني لان بروجريسيف ينطر لين يخلص، ما ادري. خلينا نشوف كذي لحظه شوي، هني قاعد يلف معي ليش كذي. يمكن حاطه انت بيلد بيلد. اي شيل البيلد، موضوع البيلد ولا وش اسمه لود. انت حاطه لود بنواف صح؟ اي غيرت شيء تغيير جذري انت ترى. اي ايه وين بالجي اي؟ ها بالجي اي ايه، خلى عاد دونت سيف هذه تحت تحت. لا تحت كلش، الكاشينج تحت. ايوه خلى عادي دونت سيف اول وحده. ايوه هنا المفروض خلاص يفرق معك. تغير شويه. ايوه ايه تغير كثير. ايه لا لان انت ما دام فاتح درايش وكذا وتحط ستاير، طلع ضوء الشمس حلو شوي كذي، ترفع الشمس يسار يمين، تعطيها لون صفرة ولا لون الارضيه، تتلاعب فيها يعطيك اضاءه صح. هني فيزيكال، هذا شغل فيزيكال. خلص, خلص. 22 شوف هذا اسرع اسرع لك، شفت شلون اسرع من الدوم لايت ولا اتش دي ار. اسرع وتقدر هني تقدر هني بال ما في نويز. اي طبعا انت لان لان حتى هي ما فيها سامبلز اصلا، ما فيها سامبلز. شوف هنا في الهاي الهوريزن هاي هذه، زين هوريزن هاي ثالث وحده. ايوه هذه ثالث وحده هذه. ايوه هذه ارتفاع الشمس ونزولها، تبي مغرب تبي كذي يعني ليل. ايوه فهمت؟ ايوه يعني انزلك ما انزل ولا اتوقع جرب جرب انت. اي كاك ايوه شوف يعطيك العصر يعطيك الظهر. حلو حلو جميل. الفيزيكال سكاي يا شباب. نعم اعتقد في كل الانجن ريندر انجن ما طوروه، لانه لاحظت انا في كل الموجودات السابقات ما اضافوا اللي هو الكلاود اللي هو السحاب، ما اضافوه ابدا، يعطيك سماء صافيه بس، فتقدر تحرك الشمس يمين شمال. السحاب ليه ما يبغون يضيفونه؟ لان 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 السحاب انت تقدر تجيبه صور عاديه، انت تقدر ايوه بالضبط، واحد من الاثنين، يا اما تحط اتش دي ار اي ولا الفيزيكال سكاي، صح ولا لا؟ لا 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 مو صح، تقدر انت تحط فيزيكال سكاي وتخلي الشو عندك ايش اسمه اتش دي ار. كيف ذي؟ موجوده هنا في الخيارات، هنا موجوده المفروض اللي هي
بالانفايرمنت يروح على الانفايرمنت اتوقع انفايرمنت ايوه ايوه الانفايرمنت بالسيتنجز يحط تختار. صوره عاديه بس إيه؟ تختار واحد من الاثنين يا فيزيكال سكاي يا تختار لا انت الصوره لا لا تحط السكاي وتحط اللي يبين لك شو اسمه هذا او 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 بالكاميرا إيه. تروح على خيارات الكاميرا شوف الحين اي الحين الحين هني عندنا فيزيكال سكاي زين اذا رحنا الحين قلنا له نبي الفا ما في الفا معناته في صوره ورا زين الحين هني لازم بالفيزيكال سكاي تقول له انفيزبل هل في او هني فورس الفا تو زيرو خلينا نشوف لحظه شويه اي شوف الحين طلعت الالفا ايوه الحين اي تقدر تلعب في الموضوع انت عادي يعني الحين نقدر نحط اي نقدر نحط تقدر تسوي الكومبوزيشن بس انا ترى ما سويتها يعني علق عندي تصير اي تصير كذي وتصير كذي الانفايرمنت الاتموسفير كرييت لا سكاترينج هذا السكاترينج هني ممكن نحط دوم لايت يطلع معنا الله يعرف انا ابو نواف انه في بالكاميرا خلنا نروح الكاميرا ثواني زين هذا الكاميرا ريد شيفت تاج كاميرا تاج لا مو هني بعد هذا فيزيكال سكاي مع دوم لايت فين لما نشوف ايوه يا سلام عليك يا ابو نواف معلم كبير نشوف رندر انا فاكر بالمايا عفوا بال 3 دي ماكس كنت اعمل شيء بلجنز اسمه دريم سكيب او شيء فاكر قديم فيعطيك امكانيه جميله للسحاب مش عارف حد استخدمه ولا لا لا مو هذا مو هذا الماكس لا ما استخدمته دريم سكيب دريم سكيب اسمه او شيء زين ابو نواف ايوه شوف على الدوم لايت زين خلي الاضاءه بزيرو وين الاكسبوشر زيرو يعني لا شو اسمه الدوم لايت شو اسمه اللي هو صن دايركت لا المالتي بلاير هذا لان انتنسيتي وين انتنسيتي عندك شلون تزيد الاضاءه بالاكسبوشر اكسبوشر اي خلها ماينس يعني ماينس كثير يعني اخر شيء خلها اخر شيء زين المفروض عندك هنا انا خلنا افتح على الدوم لايت ثواني هذا الدوم لايت عندي زين الدوم لايت ايوه المفروض عندك باك بليت شيء اسمه باك بليت انيبل انزل تحت على الدوم لايت هذا الدوم لايت ايه باك بليت هذه ثاني بعد تحت الانفايرمنت ايوه حطها انيبل وجيب صوره وحطها صوره شنو اي صوره اللي تبيها تظهر عندك تظهر عندك اي صوره تبيها تظهر بالخلفيه خلينا نحط الاتش دي ار نفسه أو نغيرها يلا طيب إيه.
المفروض الحين خلاص هو ياخذ الصوره هذه ولا ياخذ الدوم ال اتش دي ار هذيك. بس انت حاط الفيزيكال سكاي، حاط الفيزيكال سكاي اي موجود في الفيزيكال سكاي، حط الصوره صح يا بالصوره لا بالصوره بس المفروض ياخذ ياخذ ال... بس لا هذه متى هذه متى تصير بنواف يستخدمونها؟ اذا انت عندك مثلا الاتش دي ار اضاءته حلوه الريفلكشن ماله حلو بس الفيو ماله مو حلو زين ايه، فانت مثلا تبي سيتي بالخلف زين، لكن بالاتش دي ار تبي اضاءه سكاي زين ايه، فتسوي الدمج اللي بينهم هذا. لكن انا مستغرب ليش وليش ما قاعده تطلع الفيزيكال سكاي، المفروض تطلع يعني خلها اوف خلها هذه اون شو اسمه تحطها اون جنرال اليمين وينها اون فوق 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 جنرال فوق اي هذه حطها اوف لا ايه طف ايه طف شيل كل شيء طف شوف جرب جرب اوكي خلنا اوقفه رندر الدنيا تجارب نعم شال الدوم لايت كلش كان شال الدوم لايت كلش ها ياز الجيمج سيكونس لا بس صح هو الحين شنو المشكله صح ضبط يعني طلع الباك جراوند وطلع ال لا انا احنا بس فيزيكال احنا نبي في تحت الانفايرمنت الانفايرمنت شوف الانفايرمنت فوق فوق تحت كلش يخلى اون هذا ورد تحت تنزل تحت زين فوق انفايرمنت اضغط على الانفايرمنت اي خلى انيبل والالفا زيدها شوف جرب يعني ايوه كنا ابو بحلا خرج ولم يعد ناي تمام ما اخذ السكاي ها انت تبي تسوي الفيزيكال مع باك جراوند يعني معناته لازم اي هذا اللي تشيل هذه تشيل الدوم لايت ونروح على السن ان هذه هني نقول او بالسيتنجز روح على الانفايرمنت بالسيتنجز هني ما في روح على الانفايرمنت بالسيتنجز هذه زين اي احط لها لوكيشن حط لها شيء اي حط الصوره هذيك وين احط الصوره لا انت هني المفروض ما يصير عندك خيار حق الانفايرمنت بالسيتنجز موجود وين عندي هذا هني موجود انفايرمنت هذا عندي الانفايرمنت لازم ما يصير هني environment شلون نحط environment في طريقه اقدر اتلاعب فيها انا اقدر احط سفير بنواف كبيره زين وبس ما اخليها فيزبل يعني قصدي شو اسمه ما اخليها فيزبل بالشادو ما اخليها فيزبل بالريفلكشن والشغلات هذه كلها بس اخليها بالفيو فيزبل يعني اها يمكن يعني تصير ما جربت بس اتوقع تصير الله يعطيكم العافيه يا شباب تمرون على شيء ماشي خلاص لا اوكي بس اذا نلتقي بكره يكون اشرف حل المعضله مالت البرنامج اي يلا
الله يعطيكم العافيه، الله يسلمكم، موفقين ان شاء الله. سلام سلام سلام.